بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وقال في سورة أخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فلما نزه الله جل وعلا خلقه وصنيعه هذا تبارك وتعالى عن العبث دل على أنه صنعه لحكمة. يظهر من هذا أي عمل أو قول يوضع في وضعه الصحيح فينجم عنه ثمرة عاجلة أو آجلة دنيوية أو أخروية فهو من الحكمة، وهذا شيء نسبي. فكلما كان الإنسان فعال، كلما كانت فعال الإنسان أقرب إلى الثمرة في العاجل والآجل دلت على حكمته، وكلما كانت فعال الإنسان لا ثمرة لها عاجلا أو آجلا دلت على عبثه وخلوه من الحكمة. هذا من حيث المدخل للموضوع، على أن الحكمة تطلق ويراد بها غير الذي ذكرناه. الله جل وعلا يقول: اذكرنا ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة، والمقصود بها هنا السنة. يعني ليس هذا المصطلح علاقة بالمصطلح الذي نحن فيه، وإن كانت معرفة السنة من الحكمة. لكن الله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا إخبار من الخالق جل جلاله على أن الإنسان إذا وفقه الله جل وعلا الحكمة في قوله وفعله فقد من الله عليه بالخير الوفير. وما أجمله القرآن أيها المبارك تبينه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن ذلك الإسراء مر بخطوات قبل أن يركب عليه الصلاة والسلام البراق، دل عليها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه وملئ إيمانا وحكمة. قال العلماء ممن شرح هذا الأحاديث من أئمة الدين، قالوا: دل ذلك على أن الحكمة أفضل ما يعطاه الإنسان بعد الإيمان، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما ملئ في تلك اللحظات التي هيئ فيها لأمر زائد في الرسالة ولرحلة عظيمة للملكوت الأعلى والمحل الأسنى، إنما ملئ قلبه إيمانا وحكمة. فقالوا أي أهل العلم: إنه لو وجد شيء أعظم من الحكمة لملئ مع الإيمان. لكن لما قرن الله ما بين الإيمان والحكمة في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف الملائكة، دل ذلك على أن الحكمة لها منزلتها العظيمة عند الله جل وعلا، وهي من الخير العظيم الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده، وهي متلبسة في أفعال الصالحين وأخبار المتقين. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في منطلق الأمر عن حاجة الناس لمعرفة الحكمة. جيد. بالنسبة شيخ، أشرت قبل قليل في أثناء حديثك إلى مسألة النسبية بالنسبة لموضوع الحكمة، هل هذه النسبية ترجع إلى الأفعال بمعنى أن هذا الفعل قد يكون حكمة، أو ترجع إلى ذوات الأشخاص؟ لا، العمل نفسه فعله تتخلله نسبية الحكمة. الشخص يوصف بأنه حكيم إذا كان أكثر فعله موافقا للصواب، ينجم عنه ثمرة ويتقى به مفسدة، هذا يوصف بأنه حكيم. ولذلك مع التجارب كما سيأتي تنطلق هذه في كلماته، وقد يقول الإنسان قولا ينتفع به الناس ولا ينتفع به هو، هو حكيم في قوله غير حكيم في فعله. لكن المهم أن يكون للعمل ثمرة، فهذا الذي يدل على الحكمة، إما يتقى بها شر وإما يجلب بها خير. والأمر يعني في نقطة أساسية، نحن هنا لم نأتي لنقول للناس الحكمة 1+2+3 ويشربونها كالماء، ثم هذا محال طيب أن ينقلب الناس حكماء من لقاء تلفازي. لكننا نحن نضع كيف نبني العقل ثقافيا، العقل البشري كيف نبنيه ثقافيا مع الأيام، مع ما ذكرناه، مع طرائق أخرى يجمعها الإنسان لنفسه، يكون بعد ذلك يصل قدر الإمكان إلى مرحلة الحكمة. جيد. فيما يتعلق يا شيخ بالتأصيل، أعود قليلا إلى الآيات التي ذكرت، أن كثير من الآيات يعني ذكرت الحكمة بعد كتاب الله عز وجل وفسرها المفسرون على أنها السنة النبوية. تأتي هذه. نعم. هل يفهم من ذلك يا شيخ أن الارتباط وثيق بين هذين المصدرين من صادر الإسلام؟ هذا الكتاب والسنة مهيمنان على كل شيء، يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وهو من أعظم المصادر كتاب الله، وأعظم المصادر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني في قضية أساسية ربما نعرج عليها تفصيلا، لكن هي قضية التوحيد، لأن الله جل وعلا قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال المراغي رحمة الله عليه في تفسيره شيخ الأزهر السابق، قال: فهذا دليل على أن التوحيد رأس الدين كله. جيد. والحكمة رأسها توحيد الله جل وعلا، ولعل في ثنايا الحديث ما يأتي التفصيل. نعم. نكتفي شيخ باستعراض الأدلة نكتفي باستعراض. طيب نعم. نعود شيخ يعني استنباطا من هذه الأدلة، وكما قلت أنه لا يمكن أن نصنع الحكمة في هذا اللقاء، لكن هل يمكن أن نضع أركان عامة نقول من خلالها ممكن أن تتحقق هذه الصفة؟ نعم. أهل الفضل قبلنا يقولون
إن الحكمة لها ثلاثة أركان. جيد. العلم والحلم والأناة، ولعلنا نناقش سويا هذه الثلاثة. العلم ما ضده؟ ضده الجهل، الجهل الذي يعني عدم العلم، لأن الحلم كذلك ضده الجهل كما سيأتي. صحيح. فنبدأ بالعلم الذي ضده الجهل. العلم بالشيء يساعد على حسن التصرف فيه، فإذا أحسننا التصرف في الأمر دل ذلك على الحكمة. نعم. فمثلا أهل الدعوة يحتاجون للعلم الشرعي حتى يدعون إلى الله جل وعلا بحكمة، ولهذا قرن الله جل وعلا بينهما، قل إنما أدعو إلى الله على بصيرة، وقال في آية أخرى والقرآن يؤيد بعضه بعض أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. نعم. أهل السياسة مثلا من لم يكن له باع علمي معرفة بالأحوال لا يمكن أن يكون هناك تصرف صحيح، فلا بد من العلم حتى يكون الإنسان سياسيا موفقا. طيب. التاجر حتى يكون تاجرا حكيما يستطيع أن يجلب الدينار والدرهم لنفسه لا بد أن يكون على علم وبصيرة بوضع السوق. فالعلم مفتاح لكل ما نقصده، لكن كلما كان علم الإنسان شموليا جيد كان أقرب إلى الحكمة في تعامله مع الناس، في تجارته، في سياسته، بحسب الموضع الذي هو فيه. الحكمة ليست شيئا أو صفة يحتاجها طائفة واحدة من الناس. الزوج في تعامله مع زوجته يحتاج إلى الحكمة. صحيح. رب الأسرة في سياسته لأبنائه يحتاج إلى الحكمة. الداعية في منبره والداعية في محرابه والخطيب في منبره والسياسي في مكتبه والتاجر في محله، كل أحد يحتاج إلى الحكمة حتى لا يحكم على نفسه بالهلاك. نعم. وحتى يجني الثمار التي يريدها. جميل. المؤمن في مسيرته إلى الله يحتاج إلى الحكمة، وأنا لا أحاول أن أستبق، لأن من الحكمة ألا ألقي بالأمور في أول اللقاء. طيب. فنقول أن كلنا نحتاج إلى الحكمة، فما دام الجميع يحتاج إلى الحكمة نبدأ بالعلم الخاص في القضية نفسها، وعلم شمولي عام أوسع من ذلك. طيب. لا شك إذا وجد العلم الشمولي مع العلم بجهة الاختصاص نصل جميعا إلى ما نريد، وهذا معنى قولهم إن العلم أحد أول أركان. جيد. الحكمة كونه الشيخ أول أركان، هل يعني ذلك أنه لا بد من العلم أن يكون العالم حكيما؟ لا بد أن يكون العالم حكيما، نعم، لكن ليس كل عالم حكيم. أين؟ يعني أساسي كم من أناس حملوا في صدورهم علم ومتون قد لا يرزقون حكمة، لكن يشترط حتى يسمى عالما بالكلمة الشاملة لا بد أن يكون فيه حكمة. يقول الله وما يعقلها إلا العالمون. أما الحلم هو الركن الثاني، فضده الجهل الذي بمعنى الغضب سرعة الانفعال. يقول فرزدق أو عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لبعض أصحابه لا تغضب، لأن الانفعال والحماس الزائد نوع من الجهل، وهذا الجهل لا يمكن أن يوصف صاحبه بأنه حكيم. لماذا؟ لأن الجهل والغضب ينجم عنه سرعة التصرف، وسرعة التصرف غالبا قد لا تكون قد حسبت لكل شيء موضعه. نعم. ولم يفكر الإنسان في الثمرة عاجلا أو آجلا، فينجم عن ذلك التهور في القرار، وهذا ضد ما يسمى بالحكمة. ثالثها الأناة، وتلاحظ الارتباط بينهما الثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بني عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الأناة هنا بمقصود التريث. الأمور إذا كانت في العبادة التي فرضها الله فلا حاجة للتريث. يقول الله جل وعلا على لسان الكريم موسى وعجلت إليك ربي لترضى. لكن في مجمل الأمور في عمومها يحتاج الإنسان إلى أناة وتريث حتى يكون قراره صحيحا قريبا من جادة الصواب. هذه الأمور إذا اجتمعت رجل يعلم في أي سياق هو، لا يستطيع أحد أن يستفزه وهو ليس ممن يفكر تفكيرا آنيا. إذا وجدت هذه الثلاثة في شخصية ما، رجلا كان أو امرأة، عالما أو سياسيا أو تاجرا أو طالبا، بهذه الطرائق الثلاثة يصل إلى الحكمة. جي. يقولون مالك مثلا أدرك نافعا مولى ابن عمر، كان في نافع رحمه الله حدة، وكان في مجاورته وخدمته لابن عمر أن أخذ علما جما، لأن ابن عمر أخذ العلم الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاجة الناس إلى المقاربة من نافع كانت قوية، لكن ليس كل أحد أعطي حكمة في قضية استخراج علم نافع المكنون، لأن نافعا كانت فيه حدة. فمالك رحمة الله تعالى عليه أعطي حكمة، كان يسوس نافعا باللي
ويتحمله ويستمع لقوله، وإذا أغلظ عليه نافع تقبلها مالك، حتى استطاع مالك أن يجمع علما جما عن نافع. فلما جمع علما جما عن نافع وتصدر وجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ويقول حدثني نافع عن ابن عمر، نقل علما جما عن المصدر الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان علم مالك بهذه الطريقة بهذه السلسلة الذهبية كما يسميها بعض المحدثين كلها نجمت على أن مالكا عرف بعلمه وحلمه وأناته كيف يصل إلى ذلك المكنون من العلم الذي كان في جعبة نافع رحمة الله تعالى عليه، وهذا من طرائق الحكمة. جيد، قبل أن أخرج الشيخ من هذه الأركان أستاذنكم في هذه الاتصالات، معنا الأخ محمود. محمود السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. مساء الخير أخي الكريم، أحييك وأحيي فضيلة شيخنا الشيخ صالح المغامي. حياك الله. أشهد أن الله عز وجل أن يكتب يعني أجره وأشكر سعيه إن شاء الله. اللهم آمين. وليأذن لي الشيخ أولا أن أقول إن شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام توجب على المسلم أن يحمل بين جنبيه اعتقادا جازما بأن مكارم الأخلاق جميعها لم يستأثر بحيازتها وجمعها بشر كما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبذا لو ذكر شيخنا بعضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي آتت أكلها وإن كان الظاهر منها في أول الأمر بعيدا من ذلك كصلح الحديبية. طيب. الأمر الآخر يفجأنا مع إشراقة كل صباح تنكب وتنكر كثير من فتيات الأمة وشبابها لسبيل العقل والحكمة حين يأذنون لأعدائنا وغيرهم من أرباب الإعلام الفاسد أن يلعبوا بهم ويصرفوهم كلعب الأفعال بالأسماء. طيب. نساء يترجل ورجال يتأنثون وبعضهم وللأسف حملة للشهادات الجامعية أو في مناصب أو وظائف لا يمكن بعدها أن يعذرون على هذا الجهل الفاضح، فما توجيه الشيخ حفظه الله؟ طيب، شكر الله لك محمود. معنا أيضا الأخت أمل، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي أمل، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يؤتى الكافر الحكمة؟ جيد. طيب سؤال آخر. خلاص، شكر الله لكم. أيضا معي الأخ سلطان. سلطان السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سلطان. أسعد الله مساء. اهلا وسهلا. السلام، حياك الله اخ سلطان. وامسي بالخير على شيخي واستاذي وقرة عيني الشيخ صالح من حواد. الله يسعدك سلطان، الله يجزيك. سأل الله ان يرفع قدرك ويبارك فيك. اسمح لي عفوا استاذ الكريم بهذه المداخله اليسيره، اقول وهذه الرساله موجهه الى الدعاه ولا يتكلم مثلي بين حضره ويدي الشيخ الكريم، اقول الناس في حاجه الى كنف كريم وبشاشه سمحه، بحاجه الى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم، بحاجة إلى من يحمل همومهم ولا يثقل عليهم بهمومه، يجدون في رحابته العطف والرضا. من أجل هذا جاءت الرحمة الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول القدوة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، فما غضب لنفسه قط ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، أعطاهم كل ما ملكت يداه وما نازعهم في شيء من أعراضهم، وسعهم حلمه وبره وعطفه. أنا أقول أخيرا، حينما يوهب العبد قلبا رحيما وطبعا رقيقا مع العلم والحكمة فإنه لا يستكثر على الصغير والجاهل أن يصدر منهما صدود الناس ونفرتهم، لكن رحمته بهم وشفقته عليهم لا تنفك تغريه بمعاودة الكرة تلو الكرة، كما يعاود الوالدان الحريصان على أولادهما في الإلحاح بالغذاء والدواء في حال الصحة والمرض. أنا لا أطيل ولعل عند الشيخ يعني مزيد. طيب. إيضاح في هذا المقال، ولكن هل تسمح لي بسؤال أرى أنه جد مهم يعني وأن كان خارج الموضوع؟ تفضل يا سلطان. شيخ أحسن الله إليك، الله جل وعلا يقول من يهدي الله فهو المهتدي في سورة الكهف، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. كثير من الناس يقول إذا أن الله جل وعلا كتب الهداية والغواية فكيف يعاقب الناس على الجنة والنار وقد سخر لهم هذا؟ وأيضا يرتبط في سؤال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ لأن هذا يختلط على كثير من الناس. وأبلغك سلام الوالدين يا شيخ أحسن الله طيب. إليك الله، ونحن في شوق إليك لزيارتنا في محافظة الخفج كما عهدناك، بارك الله طيب. فيك. شكرا لك سلطان، وإن كانت لسيم المسألة الأخيرة طويلة جدا لكن لعل ضيفنا يختصرها. ننتقل إلى الأخ نايف من الكويت. نايف السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي الكريم، تفضل. مساء الخير. أهلا وسهلا. لو سمحتوا لي، حسب ما تفضل الشيخ وقال سابقا ان الحكمه هي العلم،
طيب. لكن الواحد هنا يستذكر الآية لما تقول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الله يخشى من عباده العلماء، يعني هل هي الخشية من العالم نفسه يعني رب العالمين، لأنه من حرف من ياريت تعرفها الشيخ ويفسرها لنا وشكرا. طيب أبشر يا ناف، شكرا لك. معنا أيضا سلمان، تفضل يا سلمان. سلمان سؤالك وتسمعنا من الهاتف طويل عمر. أخي سلمان من الهاتف كرما. سلمان الوقت يداهمنا. طيب أشكرك سلمان وأشكر جميع الأخوة الذين دخلوا معنا. أعود فضيلة الشيخ إلى مداخلة الأخ محمود، أشار إلى نقاط مهمة جدا. بداية طلب من فضيلتكم ذكر بعض المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على حكمته، وإن كانت كل مواقفه تدل على ذلك. أشكر أولا فضيلة الشيخ محمود على مداخلته القيمة وعلى سؤاله الذي أراد به نفع من يشاهد ويسمع. جيد. أما ما ذكره من الطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء بلا شك، وقد قلنا إن الله جل وعلا بصوت الملك جعل في قلبه الإيمان والحكمة. نعم. وكل أحواله صلى الله عليه وسلم كانت تتصف بالحكمة. هو ذكر قصد حدد مقصدا معينا وهي قضية الثمار الآجلة التي لا يظهر في أولها. صحيح. هذه حدثت من أوائل الدعوة، من أوائل الدعوة. ممتاز. الله جل وعلا يقول ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فطلب منه القرشيون أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فجاءه جبريل وقال له إن شئت جعلت الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا أهلكهم الله، أو تنتظر حتى يخرج الله من أصلابهم وأرحابهم من يعبد الله. فقبل صلى الله عليه وسلم أن يتهموه بالعجز أنه ما أخرج لهم الصفا ذهبا، على أن يكون من وراء ذلك أمم بعد ذلك تكون تحمل الراية. حتى أبو سفيان الذي حمل الراية مرارا عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم حملها بعد ذلك رفعة للدين، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في أركان الحكمة، وأنا قلت إن أنا أريد أن أؤصل ولا أريد أن يكون الكلام فضفاضة. قلنا الأناة والعلم والحلم. فالعلم صلى الله عليه وسلم بأنه يعني لا بفراسة ووحيا من قضية تأجيل الثمرة، والأناة في الصبر، هذا كله أثمر عن ذلك. قضية الحديبية كان ظاهرة كما فهم عمر في بادي الرأي قضية أنها وبال أو ذلة على المؤمنين، ثم نجم منها أن دخل الناس في دين الله أفواجا في أيام الصلح. هذا كله يدل على حكمته صلى الله عليه وسلم. في ذكرنا مرارا في دخول عليه الصلاة والسلام في المدينة لم يقبل دعوة الأوس ولا الخزرج في أن يفي إلى إحدى القبيلتين ويقول خلوا سبيلا فإنهم أمورة، حتى لا يقول أن أحد إنه مالأ الآخر قبل من أول يوم. هذا كله من دلائل حكمته صلوات الله وسلامه عليه، والسيرة حافلة بذلك، على أنني أريد أن أقول إنما هو ذائع مشتهر، أحب أن لا نكرره. جيد. وهذا أمر جيد وإن كان الناس يحتاجون إلى. طيب الشيخ صالح أيضا يشير إلى مسألة أنها ليست من الحكمة، وهي انسياق شبابنا وبنات فتياتنا لبعض وسائل الإعلام الهدامة. نعم طبعا هذا أمر يعني يدمي القلب. نعم. وما ذكره الشيخ من قضية ترجل النساء و تأنث الرجال هذا واقع، وهذا كله ناجم للخواء الروحي ولعدم معرفة الطريق ولقلة الصلة بالله جل وعلا ولعدم معرفة الله حق المعرفة. وإلا لو وجدت قلوب تعرف الله لنجم عن ذلك أعمال تجل الله جل وعلا وتعظمه وتعظم نهيه تبارك وتعالى. أسأل الله أن يهدي ضال المؤمنين. نعم. الأخت أمل أيضا تشير إلى الحكمة هي خاصة بالمؤمنة، ممكن نعم. أيضا تقول هل يؤتى الكافر الحكمة؟ نعم. من حيث العموم نعم قد يؤتى الحكمة، لكنها ليست الحكمة بمفهومها الكامل، وإنما يؤتى حكمة في بعض أفعاله. جيد. يعني يصيب في بعض أفعاله نعم يقع، والواقع أعظم الشهود، لأن الأركان الشيخ أركان الحكمة ليست في الإسلام، ليست نعم. مقتصرة على الإسلام، وقد لكنه لا يقال إنه حكيم، لأنه من جهل الله لا يمكن أن يصب بأنه حكيم، لكن يوصف فعله وتصرفه في ذلك الأمر بأنه حكيم، هذا لا بأس به. نعم. الشيخ سلطان من أهل الخفجي، وأنا زرت الخفجي قبل، وأنعم وأكرم بالشيخ سلطان بأهل الخفجي جميعا بلا استثناء. ذكر قضية كنت الإنسان إذا كان كريما، الظاهر كان يوجه الخطاب للدعاء. هذا أمر مهم جدا. نحن نقرأ في السيرة أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرح ودمعت عيناه في يوم الهجرة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على أن يصحبه معه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كنت أشعر أن أحدا يبكي من الفرح، يتكلم على علمها، ولا كل الناس تبكي من الفرح، لكن إن قالت ذلك كانت لا تعلم، كانت صغيرة لم تعلم.
موضوع الشاهد، السؤال، نحن الآن أمام الصديق وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فنتأسى في الصديق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدوتنا في محبة الرسول من؟ أبو بكر. نعم. لأن أبا بكر أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي برسول صلى الله عليه وسلم في صفاته التي من أجلها أحبه أبو بكر وأحبه المؤمنون. واضح. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما وجد فيه خصالا تستحق أن يحب، صحيح، وأن يفديه. أول، وأنه نبي، وما فرض الله عليه من الأمر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك كانت فيه صلى الله عليه وسلم صفات كمال وجلال بشري أعطاه الله إياها. أمرنا بأن نتأسى فيه رغم علم الله أن لن نصل إلى درجة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التأسي بالصالحين والاقتداء بالمتقين، بل بسيدهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فيكون اقتداؤنا بأبي بكر في محبته وبالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفات من أعظم الصفات. هذا موضوع الربط ما بين سؤال الشيخ محمود، بين سؤال الشيخ سلطان، وبين القصة. أبو بكر من أعظم الصفات التي جعلت أبا بكر يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وهو ما أكد عليه الشيخ سلطان، البشاشة، المودة، المحبة، مال الناس بقلوبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأوا أن هذا النبي يسهر لينام ويعمل ليستريح ويفديهم بأرواحهم بروحه وماله، وبين لهم أعظم الطرائق ألا هو الطريق الموصل إلى الله. جيد. فمن اقتدى به فاز، يقول أحد الشعراء الليبيين: وإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. جميل. فمن رزق الاقتداء مع صلاح النية أحبه الناس. طيب أستاذنك الشيخ صالح معنا بعض الاتصالات. أبو عبير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. حياك الله محمد. حياك الشيخ صالح. الله يحييك. في سؤال الشيخ صالح الله يحفظك: ما الأثر الجانبية التي قد تؤثر على عامة الناس عندما لا يتصف أهل العلم بالحكمة؟ عندما يعني يكون أهل العلم يعني جيد تندر فيهم الحكمة أو لا تكون عند الحكمة، هل هناك أثر على عامة الناس المستفتين والطلاب وغير ذلك؟ طيب سؤال آخر أبو عبير. الله شكرا لك، حفظك الله. معنا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي أم محمد، تفضلي سؤالك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. معليش الله عافيك. السؤال الأول تحدث عن البرزخ لو دقيقة. طيب السؤال الثاني: صيام المرأة بدون إذن زوجها طبعا لا يحل، فهل تعتبر المرأة إذا صامت يوما يعني وزوجها مثلا في استراحة هل يجوز لها أن تصوم إذا كان زوجها يطعم الصباح ولا يرجع إلا قبل المغرب بدقيقة أو دقيقتين؟ جيد. سؤال آخر. السؤال الثالث: قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نلاحظ أن بعض الدعاة يستخدمون يعني الصوت العالي أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى في المساجد. طيب. فقد يعني يستنفر الناس من هذا الصوت العالي. جيد. لو يكون شيء فيه من الحكمة. طيب نكتفي بهذا محمد. السؤال الأخير: هل نزل الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أو على عائشة رضي الله عنها؟ طيب تسمعين إن شاء الله الإجابة من الشيخ. معنا أيضا الأخ منيف، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا منيف. أخي الكريم تفضل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نشهد الله على محبتكم يا شيخ. حبكم الله، حياكم الله. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. هل الحكمة تختلف معانيها أم هي واحدة في القرآن والسنة؟ نريد منكم إشارة على تلك المعاني. طيب سؤال آخر. جزاك الله خير. شكرا يا منيف. ما يا عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. عبد العزيز سؤالك. طيب انتقل إلى عهود. أخت عهود تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل يعني؟ أي تفضل أنت على الهواء. سؤالي: هل في فرق بين الفراسة و يعني الحكمة؟ طيب. لأن بعض الناس في لبس في القضية. طيب.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب جزاكم الله. شكرا لك عود، شكرا لجميع الإخوة المتصلين والمتصلات. شيخ صالح إن أذنت لي أن نوازن بين المحاور والاتصالات، أقف قليلا مع الاتصالات ثم نعود للمحاور لأن في بعض التداخل بينها كما تلاحظ. الأخ سلطان كان سأل عن مسألة وهي لعلها طويلة شوية، مسألة هل الإنسان مسير أو مخير. قبل ذلك طبعا لا يقع شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعزموا عليكم ألا تتكلموا في القدر. جيد. لا يقع شيء إلا إذا أراده الله جل وعلا. طيب. قال الله جل وعلا جعل القدر أربعة أركان. نايث علمه جل وعلا بحصول الشيء وكتابته له وخلقه إياه وإرادته ومشيئته له، هذه الأربع أركان القدر. والإنسان ثم أمور لا دخل له فيها تقع كالمصائب، وأما ما يثيب الله جل وعلا عليه ويعاقب فإن الله قال وهدينا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومع ذلك لن يخرج العبد في ذلك عن مشيئة الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين. اللهم أمين. نايف من الكويت يسأل عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل من عصى الله فهو جاهل، كل من خشي الله جل وعلا فهو عالم، فبمقدار ما عصى العبد ربه يسمى جاهل، بمقدار ما اتقى الله جل وعلا يسمى عالم. قال الحسن رحمة الله تعالى عليه إنما العلم الخشية، وأعظم الأدلة على العلم بالله جل وعلا الخشية منه تبارك وتعالى سبحانه. ولهذا قال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. المقصود وما إعراب الآية فإنما أداة حصر، ويخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ولفظ الجلالة مفعول به مقدم للحصر، ومن جارة وعباد اسم مجرور وهي مضافة والها مضاف إليه، والعلماء فاعل مؤخر. يصبح المعنى كل من خشي الله جل وعلا فهو عالم بمقدار خشيته، وينجم عن هذا كل من عصى الله جل وعلا فهو جاهل بمقدار تلك المعصية. والعلم في ذاته ليس فيه شرف، إنما الشرف فيما ينجم عن العلم من تقوى الله جل وعلا وخشيته. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. والله جل وعلا يقول ذكر مثلا لعالم السوء الذي لا يعمل بما يعلم، لا يعمل بما لا يعلم، وهذا بيّنه الله جل وعلا كما هو معلوم في سورة المائدة، وقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والمقصود أن خشية الله جل وعلا من أجل القرائن والدلائل على العلم بالرب تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخ صالح. استأذنك في هذا الفاصل مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا ثم نعود إليكم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. حذاء للأرواح وبلسم الجراح أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل، ورحب بكم وباسمكم جميعا ورحب بضيفنا حياكم الله الشيخ صالح. الشيخ صالح قبل الفاصل جزاك الله خير، وقبل أن نستقبل الاتصالات أشرت إلى الأركان التي تقوم عليها الحكمة، العلم والحلم والأنام، لكن ألاحظ الشيخ بعض العموم في هذه الأركان. دعنا يعني نخصص الحديث نوعا ما فنتحدث عن المدركات التي يحتاج إليها المرء لكي يتحلى بهذه الصفة ويتوشح بها. جزاكم الله خيرا في موضعه. طيب. لعل من أعظم المدركات التي من خلالها يصل الإنسان إلى أن يكون حكيما ولو قليلا معرفة الأشباه والنظائر. أستاذ الكريم، الإنسان لا يفرق ما بين متماثلين هذا العاقل، ولا يجمع ما بين متناقضين، ولهذا الدين في الشرع لا يوجد فيه جمع ما بين متناقضين ولا تفريق ما بين متماثلين. الأشباه والنظائر يساق بعضها إلى بعض. الإنسان يطلع على أحوال العباد، يقرأ في تاريخ سبق، فإذا اتلهم به أمر نزلت به نازلة تحتاج إلى تصرف حكيم جمع الأشباه والنظائر فقاس النظير على نظيره. قد يقول إنسان أين الدليل من السنة على هذا؟ سنذكر حديثا قد لا يكون مشهورا، أخرج الإمام النسائي في السنن أظنه في كتاب الجهاد في حديث صحيح السند صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه يختصم عند الله جل وعلا طائفتان. من هم الشهداء المقتولون في المعركة؟ يختصمون مع من؟ مع المتوفون من المؤمنين على فرشهم. يختصمون في ماذا؟ يختصمون في من مات بالطاعون. لماذا يختصمون بالطاعون؟ القتلى الذين في المعركة يقولون هؤلاء إخواننا،
يعني أجرهم أجرنا، لأن جراحهم تشبه جراحنا، لأن لهم جراح. الذين توفوا على فراشهم يقولون هؤلاء تبع لنا، نعم. لأنهم مثلنا ماتوا على الفراش ولم يدخلوا معركة، نعم. ماتوا على الفراش. طيب، فيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا إلى جراحهم، فينظرون إلى جراح موت الطاعون، فتجد الملائكة أن جراح من يموت بالطاعون كجراح من يموت في المعركة، فيلحقون بالقتل. طيب، هذا شاهد على أن النظير يأخذ حكم نظيره. فالذين يتوفون على فرشهم نظروا إلى الظاهر وهو الموت على الفراش، أين؟ والشهداء الذين ماتوا في المعركة نظروا إلى الباطن. فلما حكم الرب جل وعلا وهو أصدق الحاكمين بينهم وأمر ملائكته أن ينظروا في الجراح وهي غائرة ليست شيئا ظاهرة، وجدوها أقرب إلى القتلى فألحقوا بهؤلاء. هذا دليلنا على أن الإنسان حتى يكون حكيما تصرفه قوله فعله حكمه يكون موافقا للصواب، لا بد أن يكون هناك أشباه ونظائر، منها نفهم لماذا الله جل وعلا قص علينا أخبار الأمم السابقة حتى نكون حكماء، فنعلم أن النظير يأخذ حكم نظيره. فإذا كانت الأمم التي سلفت أهلكت بذنوبها، فقطعا نحن إذا أذنبنا نهلك بذنوبنا، وإلا كان لا معنى لوجود ذلك القصص القرآني. صحيح. فالله جل وعلا ذكر قصصا ثم قال فكلا أخذنا بذنبه، وذكر السبب. ولهذا أمر الله جل وعلا بالسير في الأرض والنظر في الديار والتأمل في الآثار حتى نأخذ منها العظة. وقد قلنا قبل قليل إنهم عرضوا، طلبوا من النبي أن يعرض عليهم الصفا ذهبا، فالله جل وعلا قال لنبيه جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أي إن قومك النظير يأخذ حكم نظيره، لو جعلنا الصفا ذهبا وكذب بها قومك فالسنة تقضي بأن سنهلكهم. إذن هذا معنى أن النظير يأخذ حكم نظيره، والإنسان يتأمل في، ولذلك يعني حتى في حياتنا اليومية يعني أحيانا الإنسان في شيء يعني له يطالب به، وقد يقع عليه مثل الشيء نفس الذي طلبه، ويقع عليه واجبا فلا يعطيه. ما دمت طلبته لنفسك من حق الناس أن تعطيهم إياه. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وصانعوها متأملوها متدبروها من جمعوا الأشباه والنظائر، هم الحكماء حقا بمقدار قربهم من الرب تبارك وتعالى. هذه أيها المبارك ربما تكون أول المدركات. الثاني معرفة الاختلاف البشري. نحن ندرك أستاذ معمر أن الناس لم يكونوا على سجية واحدة، ونحن لا نريد أن ننطلق من نظريات غربية أو أقوال لأدباء أو مؤرخين أو غير ذلك. نحن كما مثلنا في الأول بالسنة نمثل بالسنة. طيب، فنبينا صلى الله عليه وسلم كفانا مؤونة كل شيء بفضل الله. نقول النماذج البشرية تختلف. كان هناك عبد اسمه مغيث، وجارية اسمها بريرة، زوجان. طيب، كان بمقدار ما يحب مغيثا بريرة، مغيث بريرة بمقدار ما بريرة تكرهه. كاتبت سيدها أهلها فكاتبوها عملا بالآية، فلما كاتبوها نالت حريتها. المرأة إذا نالت حريتها حق لها إن كان زوجها رقيقا عبدا أن تطلب منه الطلاق. نعم شيخ صالح، نبين المكاتبة عشان تتضح القصة. المكاتبة إن المرأة العبد أو الأمة، نعم. يدفع مالا على هيئة أقساط منجما لسيده، يتفقان مثلا على 10,000 ريال نفرض، فيدفع كل شهر فيتعب في الفترة هذه يجمع المال إما من الناس أو يأخذ صدقات أو يعمل بزيادة، فخلال 10 أشهر مثلا يدفع 1,000 يبقى عبدا حتى يكمل تلك المكاتبة. فبريرة اتفقت معهم على مبلغ، استعانت بعائشة فأعطتها حتى يكون الولاء لها كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نالت حريتها، لما نالت حريتها حق لها شرعا الانفصال، فاختارت الانفصال. فأخذ مغيث يتبعها يطوف، يقول ابن عباس والحديث البخاري كأني أراه يطوف وراءها حولها وهو يبكي دموعه على لحيته وهي لا تريده. فقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس
والنبي سيد الحكماء ويعرف معنى اختلاف النماذج البشرية. فقال يا عمة أو يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تراجعيه؟ قالت يا رسول الله هل أنت شافع؟ هل أنت يعني هل هذا أمر؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. أين النموذج هنا؟ النموذج هنا أنه يوجد رجال لو أن ابنهم أبغضهم تبرأوا منه، ويوجد أبناء لو أن أباهم أبغضهم تبرأوا من أبيه، بل يوجد كما يقول قلت لها بيني، يعني كما يقول أظن ذو الأصبع العدواني، لو أن يمينه نازعته قطعها لا يقبل أن أحدا يبغضه. ترى أن هذا من حكمة شيء، لكن أنا أقصد تفاوت الناس. تفاوت الناس يجعلك وأنت تنظر للناس إذا كنت من قديم تعرف أن هناك اختلافا في البشر تقبلت ما يصنعه البشر. الحكيم ينظر للناس كما هم عليه لا كما يريد أو كشخصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف، ولهذا دعا جعل ذلك عنوانا للعجب وقال لعمي ألا تعجب، أمر يدعو للعجب. رجل يتبع امرأة يكاد يموت ولهم بها وهي تبغضه، فسبحان الذي جعل في قلب مغيث تلك المحبة لبريرة وجعل في قلب بريرة تلك ذلك البغض لمغيث. لكنني كرجل ناظر للأحداث من حولي لابد أن أعرف أن الناس يختلفون. ثم إذا وجد هذا في مجتمع الصحابة فما بالك بمجتمعات الأخرى. إذن ينجم عن هذا كذلك زيادة فضل في العلم للناس أنه توجد مشاكل الحكيم لابد أن يفقه هذا، ليس لها حل. توجد مشاكل ليس لها حل، فالناس عندما تغيب عنهم الحكمة يغرقون في الجزئيات، فأحيانا تأتينا اتصالات تنص حول شيء معين فأخبره بعجزي عن حل القضية، يقول لا مو معقول ما ليس لها حل، ويريدنا ليل نهار نمسي ونصبح في قضية جزئية. ثمة قضايا تتكفل بها الأيام، لا نستطيع أن نفعل لها شيئا. جيد. لا نستطيع أن نفعل شيئا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يتشفع تشفع لم تقبل بريرة شفاعته. إذا ما الحل؟ يجبرها يعني يفعل بها ماذا؟ خلاص انفصال انفصال، وهو على مغيث أن يصبر. بالنسبة له مشكلة يبحث لها عن حل، لكن منتهى الأمر أن يتشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشفع. إذن ثمة أشياء نتركها للأيام للسلو للنسيان، ولا نغرق فيها إغراقا يشغلنا عما غيرها. ثم يعني أذنت لي، أحيانا أنت كحكيم تبتلى بأناس يعني في عيوب لا يمكن نزعها، فمن الخطأ جدا أن أشغل نفسي فيها. قد يوجد بعض الدعاة يشغل نفسه بشاب في الحي ليس عنده قضية إلا أن يهتدي هذا الشاب والليل والنهار وهو يحاول معه ويقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. طيب. الله يقول ذكر فإن فعت الذكر. ترى في الحي عشرات الشباب غيره، في الأمة قضايا مئات غير هذه القضية، فلا تجعل نفسك في قضية واحدة ليل نهار كأنك تريد أنها قضيتك. في يقولون أنا سأخرج أدبيا الآن، هارون الرشيد كان له عم أو خال أحد قرابته كان أثير عنده، أظنه خاله اسمه العباس بن محمد، كان يجله هارون، وهارون على اسمه رشيد، وكان هارون يغدق العطايا على العباس بن محمد الذي هو خاله. كونه يغدق عليه العطايا أصبح رجل ذا مال، فجاء أحد الشعراء اسمه ربعة الرقي من الرق، من الرقة منطقة في أظنها في العراق، الشاهد كتب فيه أبيات خالدة في المدح، قال في آخرها كأن المكارم يعني كانت معقولة، إن المكارم معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. البيت طويل لم أتي به صحيحا، لكن المقصود أن الأبيات في ذروة المدح. ثم ماذا فعل هذا؟ بعث مع رسول مع غلام في ذلك الزمن تكثر فيه العطايا، بعث بدينارين قصيدة من درر القصائد في مدحه يكافئ عليها بدينارين، الآن يستحي الإنسان يعطي الحامل دينارين، فأعطاه إياها. فلما بلغت جاء الرسول حامل دينارين يحمل دينارين للشاعر، جن، هو يعرف قيمة الأدب قيمة الشعر، دينارين كتب عليها في الخلف أبيات يذم فيها العباس ويتبرأ من ذلك المدح ويقول إنها كذبة وافتراء أنت لا تستحقه، وأعطى الغلام الدينارين فأوصله إياها. لما وصلت الأبيات التي هجى فيها ربعة خال هارون الرشيد
غضب واشتكاه على من؟ على هارون. نعم. أقدم الهارون الشاعر، قال له خالي تعرف أنه أثير عندي، منزلته عالية تهجوه؟ قال يا أمير المؤمنين اسمع، لقد مدحته بأبيات ما مدح أحد بها، فأصر على أن يسمعها هارون، فأسمعها هارون، فلما سمعها هارون تعجب من ما فيها من علو كعب في المدح، فقال سله يا أمير المؤمنين كم كافأني عليها. فأخذ العباس يحاول أن يضيع القضية ولا يجيب، فاستحلفه هارون فحلف بأنها دينارا، فكاد يجن هارون. ثم قال له، هذا الذي نزلت به شاهد، قال له أنت، يقول لي خاله، واحد من ثلاث اللي جعلك تفدي هذه القصيدة دينارين، إما أوتيت من قبل مالك بخير، وإما أوتيت من قبل أصلك، وإما أوتيت من قبل نفسك، فأما من قبل مالك فليس لك عذر، عندك مال، طيب، يعني لست عارزا أن تعطيه. وأما من قبل أصلك فأنت من آل البيت، أصلك لا يداني شيء، ما بقيت إلا نفسك، أنت نفسك أصلا وضيعة. فقال له أما إذا كانت القضية من نفسك فهذه ما فيها حل. فتغير هارون عليه وأصبح لا يقربه وأعطى الشاهد. طيب. موضوع الشاهد، تبتلى أنت أحيانا بأناس في هذا ما زلت أن تفعل له، فلا يكون قضيتك ليلا ونهار، من الحكمة أن تتجنبه. نعم الشيخ صالح، أنت علقت بعض الحلول بمسألة مرور الأيام. نعم. الأيام كفيلة بذلك. دعني أنظر لهذا الموضوع من زاوية أخرى، وهي كثرة التجارب والخبرات الإنسان، أليس من شأنها أيضا أن تولد عنده شيء من الحكمة؟ بلا شك، هذه قد نجعلها ثالث. طيب. المدركات أيها المبارك كثرة التجارب. جي. وأنت أخذتها مما قبلها، يعني فضل. كلامك مسلسل متصل من قبله. هذا نعم، كثرة التجارب، يقول أظنها المتنبي من عرف الأيام معرفتي بها، كثرة التجارب تغير من الرأي. صحيح. في شيء في الدنيا اسمه بادي الرأي، الرأي الأول، لكن التجارب مع طول الأيام، ولذلك يقولون الأمة تحتاج إلى حماس الشباب وخبرة الكهول أو تجربة الكهول أو حكمة الكهول، فيحتاج كثرة التجارب تغير كثيرا من القناعات وتبدل كثير من النظريات، والإنسان إذا جرب الحياة وخالطها، لذلك الحدث سلم لما ذم الخوارج قال حدثاء الأسنان، أي قليل تجارب. فإذا كان هناك تجارب في الحياة تجعل الإنسان أكثر حكمة، وكلما كان الإنسان كثير الأسفار غني التجارب يخالط الناس بكثرة كان أقرب إلى تاج الحكمة. جيد، نختم يا شيخ المدركات، أو بقي لديك شيء؟ بقي الاستعداد للأمر قبل وقوعه. جيد. وهذه قد تكون هي الحكمة في نفسها، الاستعداد للأمر قبل وقوعه أمر يدل على أن الإنسان يسير في خطاه سيرا متأملا، سير حكيم، يعرف قبل أن ينام، قبل أن ينام يعرف الأمر حتى لا يقع في اللوم. أعظم ذلك ما يحتاجه الإنسان من حكمة في معرفة الرب تبارك وتعالى. ثمة عبادات شرعها الله جل وعلا لعباده، القائمون بها قبل أن ينتهي زمن التكليف يدل ذلك على معرفتهم على علو كعبهم في تاج في باب الحكمة، وعدم قيامهم بها يدل ذلك على بعد محب. يقول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن من الحكيم؟ من إذا أمر الآن بالسجود سجد، من إذا علم أن حي على الصلاة حي على الفلاح بادر إلى السجود، لأنه سيأتي يوم يؤمر الناس فيه بالسجود. فمن سجد في الدنيا حسب هذا الموقف يستطيع أن يسجد إذا خلصت نيته في الآخرة، ومن لم يحسب هذا الموقف لا يستطيع أن يسجد في الآخرة. يقول سعيد بن جبير عن أهل القبور إنهم إذا بعثوا يمسحون الموت عن أعينهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك، وهم كفرة لكنهم يقولونها يوم لا ينفعهم ذلك. فالاستعداد للشيء، وأنا ضربت مثلا في الغايات وهو المثال الأخروي، ويمكن أن يقيس عليه من يستمعني أو يشاهدنا أي شيء دنيوي، لكن كلها تضيع أمام هذا الأمر. فالعظيم الحكيم الحق من يفعل للأمر قبل وقوعه، ولا شيء يتأكد وقوعه كتأكد الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فإذا أردنا أن نصف أحدا بأنه حكيم حقا فلننظر كيف استعد للقاء الله،
فمن استعد للقاء الله حقا بالعمل الصالح التقي النقي دل ذلك على حكمته. ومن أوتي حظا في حظ الدنيا حكمة الدنيا لكنه نقول هذه حكمة نسبية كما أجبنا على الأختمل في الأول لما قالت هل يؤتى الكافر الحكمة. أحسن الله إليكم شيخ صالح. أعود إلى المتصلين معي الأخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله. حسن تفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا حسن. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله حسن الله حيك. إيش الطعام حفظكم يا شيخ الله. حبكم الله الله حيكم. أول شيء يا شيخ بالنسبة الله أعلم بصحة الحديث أنا أسأل عنه بما معناه أنه من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما رزق الحكمة. طيب. هذا الحديث يمكن انتشر في أصوات العامة كثيرا صحة الحديث. طيب سؤال آخر. الله يسلمك. شكرا يا حسن يعطيك العافية. معنا الأخت سارة. سارة تفضلي سؤالك. سارة. نعم. سؤالك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل؟ إيه تفضلي انت على الهواء. تفضلي الشيخ اسمعك. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. من مقصود خيرا كثيرا وهل المرأة تستطيع أن تكتسب الحكمة؟ وهل المرأة ماذا؟ تستطيع أن تكتسب الحكمة. جيد. طيب شكرا. طيب هل نبكي استقبال البلايا والمصائب بحكمة بدون يعني الواحد قد لا يحمل لها هما ولا غما ويستقبلها كأنها هدية من الله سبحانه وتعالى؟ طيب. هل هذه حكمة أم لا؟ طيب تسمعي الإجابة أخت سارة. معنا أيضا عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو أسامة. كيف حالكم يا شيخ؟ اهلا وسهلا حياكم الله. مرحبا شيخ صالح. يا مرحبا. حياك الله. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. انا اذكر الاخوه المشاهدين بان يعني رحبت بك ترحيبا خاصا لاعتبار ان الشيخ عبد الرحمن هو المشرف على المنتدى، جهوده كبيره جدا في الارتقاء بالمنتدى سواء مشاركه او متابعه او تقييما له. حياك الله ابو اسامه. بارك الله فيك ان شاء الله. تفضل. حقيقه ليس لدي ما اضيف على كلام الشيخ حفظه الله، انما اردت تقديم الشكر والتقدير لجميع الاخوه والاخوات الاعضاء في منتدى القطوف الدانيه على جهودهم المبذولة ومشاركاتهم المتميزة لارتقاء بمنتدى قطوف الدانية، حتى وصلت عدد المشاركات ولله الحمد في المنتدى إلى أكثر من 15,000 مشاركة. نعم. وهي أعلى نسبة مشاركة في جميع برامج قناة المجد. أسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. نعم. وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أود من الشيخ الإشارة إلى قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. شكر الله لكم. شكر الله لك أبو أسامة وأشكر مرة أخرى جهودك الكبيرة في المنتدى. نختم قبل الفاصل بهذا الاتصال من أم غدير. تفضل أم غدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ صالح الله يرضى عليه لو يرشدنا الكتب من اشتهر بالحكماء أو قصص عن الحكمة. طيب جزاك الله خير. شكرا أخوي. شكرا لكم. أيضا نختم بناء على رأي المخرج بالأخ عبد الكريم. تفضل عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. شيخ الحكمة يقول ما تؤتى إلا بعد 40 أو 33 كذا في مال العمر. واضح شيخ. طيب واضح شيخ عبد الرحيم عبد الكريم. سؤال آخر. شكرا سلام. لك أشكرك وأشكر جميع الإخوة والأخوات الذين داخلوا معنا. أستاذنكم مشاهدي الكرام في هذا الفاصل ثم نعود إليكم. ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا. حياكم الله الشيخ صالح. الشيخ صالح إذا أذنت لي أن أتوقف قليلا مع هذه الاتصالات ولعلك تلاحظ ويلاحظ المشاهد الكريم كثرتها في هذه الحلقة. أشكر جميع الأخوة الذين أثروا الحلقة بمداخلاتهم ومن الحكمة قبولها يعني. ومن الحكمة أيضا عرضها والإجابة عليها. طيب أبو عبير الشيخ كان سأل عن سؤال مهم يقول الشيخ الأثار الجانبية التي تؤثر على عامة الناس عندما يفتقد العلماء والدعاء الحكمة، لعلي أجمع بينه وبين سؤال محمد عندما ذكرت الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. الإنسان بقدر تأثيره في الناس يكون بقدر على لخطأه أثر فيهم. صحيح. يعني إذا كان الإنسان قدوة أو أسوة أو متبع ووقع في خطأ فيكون أثر ذلك الخطأ على الناس بقدر اتباعهم له. نعم. ولهذا كل من له صوت مسموع إعلاميا أو وعظيا أو له محراب أو له منبر فليتق الله في من يسمعه، وأن لا يعتبر أنه يمشي وحده،
وأن لا يجازف بالناس ويتكلم كلاما غير مسؤول، وأن ينظر في عواقب الأمور، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى من يرأب صدعها ويلم شعثها، وأن تعطى الصورة الحسنة المثلى عن الدين، فالدين أعظم أمانة نحملها في أعناقنا، والإنسان لا ينظر إلى مصلحته الشخصية بل يتأسى بالحكمة كما فعل الأنبياء. وليس المهم ما يقوله الغلمان والشبان والولدان والناس عنك بعد خروجهم، المهم ما الذي يكتبه الملكان. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون حكيما ينظر إلى مصلحة الدين قبل أن ينظر إلى نفسه. الآثار الجانبية التي ذكرها أبو عبير رفقه الله تبقى قاتلة إن كان الخطأ شائع ذائع، استمع له الناس كثيرا، تأسوا به، اقتنعوا به لعلو صوت أو غيره. والأخت محمد ذكرت قضية الظاهر علو الصوت. علو الصوت لا يقدم ولا يؤخر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، وبعض الوعاظ وفقنا الله وإياهم لكل خير وهدانا الله وإياهم سواء السبيل يصرخون صريخ، وهذا لا يقدم ولا يؤخر. ولهذا جاء في وصايا لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني لو كان لعلو الصوت دور لكان صوت الحمار أكمل، لكن القضية في المعنى. أما ما جاء في الأحاديث كأنه منذر جيش فهذا يمثل الهيئة، ثم إن بعض الألفاظ قد يحسن معها رفع الصوت، ثم إن ما يسمى بالمايكات الآن يعني أغنت كثيرا عن رفع الصوت. فالمقصود من هذا أن الإنسان يعرض ما عنده بهدوء وبيقين وبخطى واثقة حتى يصل بمقصوده. نعم، أشرت الشيخ أنت في المدركات إلى مسألة الاستعداد للأمر قبل وقوعه. نعم. محمد سأل قبل ذلك الشيخ عن يعني كلام منكم عن حياة البرزخ، لعل أيضا ما يسبب الحكمة. حياة البرزخ حياة بين دارين، قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهي أخبر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا عنها، فإنها تحمل في طياتها الكثير الذي لا نعلمه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، القبور ظاهرها واحد وخفاياها الله أعلم بها، ثمة أناس ينعمون ثمة أناس يعذبون. الحياة هناك العذاب أو النعيم يقع على الروح والجسد، وقد لا نعرف نحن كنه ولا كيفيته على الوجه الأكمل، لأن الله غيبه عنا، لكن الله أطلعنا على أن هناك حياة برزخية ينعم فيها من ينعم حتى يصبح مشتاقا إلى نعيم الله فيقول ربي أقم الساعة، ويعذب فيها من يعذب حتى يخاف مما هو قادم فيقول ربي لا تقم الساعة. هذا ما يمكن القول. ذكرت بعد إذنك صيام المرأة. صدر. الصيام صحيح، لكن كان الأفضل أن تستأذن، فلو أمرها بالإفطار أفطرت، لكن هو تمت دون نهي منه صيامها صحيح. تذكر مع غيابي غالب اليوم خارج المنزل، أي لها أن تصوم. جيد، لكن تستأذنه أفضل. هل نزل الوحي على أحد؟ طبعا الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا. منيف يسأل الشيخ عن الحكمة، هل تختلف معانيها في القرآن؟ هذا المصطلح يختلف، تأتي أحيانا بمعنى ما ذكرنا وتأتي معنى السنة. طيب. وهذا بحسب القائل. الأخت عهود تسأل عن الفرق بين الفراسة والحكمة. لا، في الفراسة أشياء ظهرت، أمر ظهرت له دلائل وقرائن فعرفها الرجل، لكن الحكمة أوسع من قضية الفراسة. يتفرس إنسان من شخص لا يعرفه فيقع منه قول فيه، زي تفرس عزيز مصر في يوسف عليه الصلاة والسلام. أما الحكمة فهي بابها أكمل وأكبر من قضية الفراسة. طيب، المحافظة على تكبيرة الإحرام 40 يوما، لا أعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح. نعم. لكن المعنى صحيح، أن إنسانا إذا عكسناها يعني تحافظ على تكبيرة الإحرام هذا حكيم، لأنه استعد لآخرته. لكن لم أعلم حديثا إلى حسب علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما رزق الحكمة، لا أعلم حديثا بهذا. الأخت سارة تسعى المقصود بالخير الكثير في الآية ومن يأتي الحكمة، المقصود أن الحكمة من الخير الكثير، هذا المقصود. يعني من أعطاه الله الحكمة فقد أعطاه خيرا كثيرة، وتعبير القرآن بأنه خير كثير معناه توفيق عظيم للصالحات من الأعمال وفي خيري الدنيا وخير الآخرة. أساليب اكتساب المرأة يا شيخ للحكمة، كان تقول هل المرأة تستطيع أن تكتسب الحكمة؟ المرأة في هذا مثل الرجل، وهذا بيناه في الأول. ثم قالت استقبال المصائب كأنه هدية من الله. هذا يحتاج إلى تأمل. يتعامل الإنسان مع المصائب تعامل من يفتقر إلى الله، لا يوجد أحد يفرح بمصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمقتل حمزة فحزن، وأصيب بموت إبراهيم فحزن، ودمعت عينه وحزن قلبه، لكنه أسلم نفسه لله. أما إنسان يضحك إن جاءته مصيبة هذا لا يعقل ولا يسمى هذا من الحكمة. وكونها هدية من الله قد يقولها قائل لأحد يسلي عنه،
لكن الإنسان يتعامل مع ما يأتيه مصائب الدنيا باحتساب. جيد. وإذا كانت المصائب لا تحزن ولا تؤثر في القلب على ما يؤجر عقلا يعني. صحيح. لكن لما كان لها أثر في القلب ثم إن الإنسان رغم تلك الحزن الذي يصيبه صبر واحتسب ورضي بقضاء الله جل وعلا وقدره، والرضا منزلة عظيمة، هنا بعد ذلك يؤجر عليها. أما إن الإنسان يأخذها كنوع من العبث هذا لا من الحكمة ولا من العقل في شيء. جيد. أبو أسامة أشار الشيخ إلى قصة الإقمال لعلي أخرى قليلا. أم غدير تسأل عن أهم الكتب التي ذكرت فيها المشاهير. القرآن والسنة ذكرت فيها الحكمة، أما من الكتب الأدبية فلو راجعت الكامل للمبرد ففيه كثير من أقوال الحكمة. جيد. الأخ عبد الكريم، الحكمة الأخ عبد الكريم يقول الحكمة لا تأتي إلا بعد 40. طبعا تكتمل، يعني من الصعب أن يكون إنسان حكيم وهو صغير، قد يكون فيه شيء من الحكمة، لكن التجارب كما قلنا لها أساس، والتجارب لا بد لها من طول زمان. فإذا وجد تجارب وخبرات وكبرت سن المرء وكان ذا وعي وإدراك رزق الحكمة بكمالها وتمامها. قد قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. جيد. لعلي أخرج من اتصالات الشيخ لما يتعلق يعني المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد أسماء كبيرة جدا فيما يتعلق بالحكمة ووصفت بهذه الحكمة، النماذج كثيرة ولعل الوقت يعني يسمح بعرض أهمها. أبدأ بما ذكره أبو أسامة وهو لقمان عليه السلام. طبعا قبل أبو أسامة ذكره الله. طيب. الله جل وعلا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. طيب. وقد اختلف في نبوته، والأشهر أنه عبد صالح وليس من الأنبياء على الأظهر والأصح، العلم عند الله. لقمان ذكر الله جل وعلا نتفا من وصاياه حتى يبين لنا كيف حكم على لقمان بأنه حكيم. ترتيب الأولويات من دلائل الحكمة، كيف يوصل الإنسان ابنه من دلائل حكمته. الله جل وعلا يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ رحمه الله بأعظم الوصايا وهو النهي عن الشرك، لا يوجد مفسدة أعظم من الشرك، فنهى لقمان ابنه عن أعظم المفاسد وحذره منها وهي الشرك بالله. والله جل وعلا لما ذكر الحكمة في كتابه العظيم قرنها بالبعد عن الشرك، وقد قلنا أن المراغي رحمه الله قال إن التوحيد رأس الدين ورأس الحكمة. الله جل وعلا أيها المبارك في سورة الإسراء تمهيدا لهجرة نبيه حذره من الشرك، قال له في آيتين بينهما بعض آيات، قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. القعود في لغة القرآن يتصف بالعجز. طيب. يتصف بماذا؟ بالعجز. الله يقول والقواعد من النساء عجز، جمع عجوز صح الجمع، ويقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. لماذا قاعدون؟ لأنه فيهم عجز عن الجهاد. فالله يقول لنبيه تحذيرا دنيويا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأتى بعدة وصايا، ثم قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة أي تلك الآداب التي علمناك إياها. جيد. ثم قال فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآن ذكر العقاب الأخروي، مذموما مخذولا في الأول العقاب الدنيوي، مذموما ملوما مدحورا العقاب الأخروي، كله ناجم هذه الأربعة عن ماذا؟ عن الشرك بالله الذي جعله لقمان في مقدمة وصاياه يوم قال لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تدرج لقمان في وصاياه. طيب. قال ذكر الصلاة، ذكر أمر المعروف والنهي عن المنكر، ذكر كوارث الدنيا، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، دعاه إلى التودد للناس والتحبب إليهم وعدم التعالي عليهم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. بيّن له كل هذه الطرائق، وتلاحظ عدم الإغراق في الجزئيات، وإنما بدأ بما يتعلق بالله ثم انتهى إلى الأمور التي هي أقل شأنا وهي الحديث مع الناس ألا يكون فيه رفع صوت. المقصود ترتيب تلك الوصايا يدل على ما أوتيه لقمان. جيد. عليه السلام من الحكمة. قبل ننتقل من قصة لقمان الشيخ، ذكرتم وذكر لابنه عدد من الصفات، مذمومة مخذولة ملومة، ذكرها الله في الإسراء. نعم. نفرق بين هذه الصفات الشيخ. نعم. الله يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم. المذموم من يقال له ما فعلته قبيح. طيب. يخبر بعد فعله أن ما فعلته قبيح. والمخذول هو الضعيف الذي لا ناصر له. طيب. وإذا تخلى الله عن أحد فهو مخذول. أما الملوم فهو الذي يقال له لما فعلت كذا، وأما المدحور فهو المطرود المبعد
تحرر كم معنى؟ أربع صفات. المذموم من يقال له قبح فعل كذلك. جيد. والمخذول هو من لا ناصر له. والملوم هو من يقال له لما فعلت كذا. والمدحور هو من طرد وبعد عن الخير. جيد. ننتقل يا شيخ لما يتعلق بالشعر والأدب. يعني نعم. التاريخ مليء بكثير من الحكماء، حتى أن بعض الأبيات أصبحت حكمة مشهورة بين الناس. نعم. المعري، المتنبي، أسماء أخرى لعلك تذكر غيرها. نعم. كما ذكرت أستاذنا الكريم، المعري المتنبي قامتان. نعم. أدبيتان رفيعتان أدبيا، ليس قدوة. كلامنا أدبيا، أي كلامنا أدبيا. التجارب حنكتهما. المعري سمى نفسه رهين المحبسين. نعم. ويقصد أنه قاعد في بيته مع العمى، أصيب بالجدري على ما يذكرون فعمي، ثم رحل إلى مواطن العلم آنذاك حتى وصل إليها، جمع علما ثم عاد إلى مقره في المعرة وإليها ينسب، وهناك أخذ يدرس ويملي، وله كتب شهيرة منها سقط الزند ومنها معجز أحمد، هو شرح الديوان المتنبي. المتنبي قبله يعني زمنا وتاريخيا طالب سياسة، طالب كرسي بتعبير أصح، طالب جاه، ولم ينله. خاض تجارب عدة صقلت حياته، لكنه رغم ما أعطاه الناس، وأنا أكون واضح يعني، من أبيات حملت معنى الحكمة، إلا أنه لو كان حكيما موفقا لنال مقصوده. لكنني أقول بوضوح، المتنبي على كثرة حب الناس له لم يعطى حكمة، حكمة في نفسه، وإن كان قد قالها. وإن كان قد قالها، نعم، قال أبيات جرت مجرى المثل، أنا الغريق فما خوفي من البلل، بيت يجري مجرى المثل. صح. إذا ذكر أبيات عديدة يعني لا تحصى في قضية الحكمة. وكذلك المعري يقول خفف الوطأ فما أرى هذه أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، سيرين استطعت في الهواء رويدا لاختيارا على رفات العباد، في قصيدة مشهورة غير مجدي في ملتي واعتقادي وحباك ولا ترنم مشادي. العجز فيما يظهر لي في المشترك بينهما هو الذي أعطاهما الحكمة. المتنبي لا يعقل إن أحدا يطلب ملكا وأمارة وجاها وهو رافع الرأس، لأن الرأس إذا رفع قضم، فهو أراد أن ينافس سيف الدولة. نعم. ولا ينشد عنده إلا وهو قاعد، ولا يقوم كما يقوم الشعراء، ويقول بين يدي سيف الدولة الخيل والليل والبيداء وتعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وهو نفسه يقول لسيف الدولة، ينصح سيف الدولة، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيده. يعني لا يوجد عاقل يستعمل رجلا قويا أقوى منه، لأنه سينقلب عليك، بالله عليك تسدي إليه نصيحك هذه، وتريد منه أن يعطيك أمارة، هذا لا يعقل. ثم لما ذهب إلى كافور ومدح كافور وأثنى عليه وأخذ يبجله، فكافور كان موفقا، يقولون كان فيه كثير من الصلاح، قال هذا وهو شاعر، هذا كيف لو أخذ أمارة؟ إذن لم يكن المتنبي يعرف الطريقة المثلى ليحقق مقصوده. أما المقصود الأخرى فما ذكروا عنه دينا، وإنما ذكروا عنه ولعه بالدنيا. ولعه بالدنيا ها هو لم يستطع أن يحصل منه شيء، رغم أن الناس حصلوا من تجربة المتنبي على فوائد كثيرة في شعره التي ضمنها المثل. المعري أضر به كونه كفيف، فانقلب إلى نظرة تشاؤمية. صحيح. وأبى أن يتزوج، وهذا ضعف، ويقولون إنه أوصى أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، ويقولون أنه تجنب أن يأكل اللحوم وما أشبه ذلك من النظرات التشاؤمية، رغم أنه له أبيات شهيرة في الحكمة. وعلى العموم يعني التاريخ أدبيا وسياسيا عرف ناس حكماء. قرأت مرة في سيرة السادات رئيس المصري رحمة الله عليه، يقولون، وهذا من دلائل الحكمة، أنه من ترجموا له وعاصروه يقولون أنه كان إذا جاءه الريح والإعصار يطرق لها رأسه، هذا عقل، لأن الإنسان ترى إذا واجه الإعصار كسر حمله الإعصار انتهى. لكن إذا أطرق رأسه مر الإعصار، ثم يقوم الإنسان من جديد ويستمر. وهذا يجب الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن تهدم الكعبة أهون عند الله من قتل مسلم، رغم أن الكعبة بيت الله. لماذا؟ لأن الكعبة لو هدمت تبنى، لكن المسلم إذا قتل لا سبيل إلى إعادة جسده. فعندما يكون الإعصار أو الشدائد قوية لا بأس أن ننحني
ما دم لا يكون انحناء عقديا حتى نقوم بعد ذلك ونكمل المسيرة. وهذا من الحكمة. هذا الانحناء يا شيخ ليس على إطلاقه وإنما في مواقف بعض المواقف. نعم. طيب. أصلا هو لا يسمى انحناء بالمعنى الحرفي، لكن هو الإنسان الحماسي يسميه انحناء، يقول هذا خوف وهذا جبن. هذا ليس خوفا ولا جبن، هذا الحكمة. نعم. ولذلك الرأي قبل شجاعة، هذا من قول المتنبي، الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. سيد الخلق المعصوم من أذى الناس بنى خندقا حتى يتقي فيه شر الكفرة. لا يأتيني أحد يجازف بالأمة في مهالك. ولبس درعين صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم. المتنبي وإن كنت قد سلبته هذه الحكمة إلا أن أيضا ستبقى أبياته وستبقى مكانته. نعم. أنا سلبت الحكمة في نفسه الأدبية. طيب الشيخ، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، نعلق عليها. طيب هذا الأثر إن من دلائل حكمة التشريع أن الإنسان يربي في أتباعه الوصول إلى الكمال. جيد. ومن تربية الناس على الوصول للكمال أن لا يعنفون أن يأخذوا الفائدة من أي أحد ما دام لا ينجم عن ذلك ضرر في عقيدته. ولهذا شرع الله لنا أن نقرأ وننظر في أخبار الغابرين وأوائل الناس رغم أنهم كفر، وأن نستسقي كل خبر طيب. والله جل وعلا أثبت هذا في كتابه، قال الله جل وعلا على لسان بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. فصدقها الله بقوله وكذلك يفعلون. وقال الله جل وعلا عن كفار قريش وهم عبدة أصنام وعكوف على أوثان، قال إنهم قال عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. رد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقبل الله منهم قولهم: وجدنا عليها آباءنا، لأنه في قولهم أنهم وجدوا آباءهم على المعاصي وعلى هذا العبادة كانوا صادقين، فقبل الله جل وعلا قولهم. والمقصود أن العاقل لا يجعل بينه وبين المعرفة حجاب ويبحث عنها، أينما وجدها فهو حق بها، لأنه يعني أفضل وأقرب إلى الدنو من الكمال. نعم. الأخ لاسيف الشيخ أرسل قبل الحلقة يقول يتساءل عن الإيمان اليماني والحكمة اليمانية. أي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن وقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، فتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. الحكمة يمانية يقصد عليه الصلاة والسلام أن الحكمة فيهم ظاهرة. طيب. وأن ثمة أناس منهم عرفوا بالحكمة وحسن التصرف، وهذه شهادة نبوية يعني لا نستطيع أن ندفعها، بل ينبغي أن نقرها من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ بعض العلماء في هذا مثل الشوكاني، لكنه استدرك. الذي يعنينا أن هذه البلاد باركها الله وسمي الركنان اليمنيان بهما ليتوجههما إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب من اليمن رق وأفئده وألين قلوبا كأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستدراك الأخ لسيف جيد في موضعه وإن كان غاب عني. طيب لعلي أختم الشيخ بسؤال أيضا ورد إلى فريق العمل. السائلة تقول: ما هي الحكمة التي يتمثلها الشيخ صالح في حياته؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نستطيع أن نقول بإيجاز يعني: تفضل. كل خير لا يطلب إلا من الله، وكل نقمة لا تدفع إلا بالله. أسأل الله أن يحييني على هذا ويميتني عليه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. لعلي أجعل بقية الحلقة للإخوة على الموقع. بداية أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين داخلوا معنا، كنت أتمنى أن أزج بمداخلاتهم عبر محاوري، أيضا على الأقل نشكرهم بأسمائهم، لكن لعل الخلل في الموقع يعني منعني من ذلك. الشيخ صالح، قبل أن أعرض ما بين يدي من المشاركات أو من الإخوة الذين بعض الجوائز، أترك لك المجال بالنسبة للجائزة إن أردت أو ألقي. أيضا الجائزة نحن يعني شيخنا الكريم ستعلن أنتم الأسماء. طيب. الفائزين، لكن نحن قرأنا الإجابات وصححناها وجلسنا مع الأخ الشيخ عبد المحسن بن عبد الحميد الرشود إمام مسجد صلاح الدين بحي النهضة بالرياض لإجراء القرعة تكون الأمر على بينة، والشيخ أجرى القرعة وقد فاز 3، وستقرأ أنت. طيب. إن شاء الله أسماءهم. تفضل. لكنني إذا قبل هذا أنا سأقول سؤال الحلقة. قبل أنا أقول سؤال الحلقة. سؤال الحلقة: من الحكمة أن يراجع معلوماتي، أنا لا أعرف الإجابة. طيب. لكن بيسر إن شاء الله تدري الإجابة، يعني أستذكر أشياء وأعرف مضانها، لكني حاليا لا أعرف الإجابة. طيب. فأنا أريد أن أبحث مثلي. ثمة بيت شعر آخره مثل، يقول البيت في عجزه يعني في الشطر الثاني منه: فكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا البيت. طيب. هي قبل البيت الأول: فسالت بالدم يبطح. أنا ضيعت الشطر الأول.
في الشطر الثاني هو السؤال الشطر الثاني يقول: فكل إناء بالذي فيه ينضح. السؤال الحلقة يقول: ما الشطر البيت الأول؟ ما صدر البيت؟ جيد. طبعا فسال بالدم يقطع هذا البيت الذي قبله، يعني هما بيتان. إيه نعم. أنا لا أسأل عن البيت الأول، أسأل عن البيت الثاني الذي عجزه. فكل إناء بالذي فيه ينضح، ما صدر هذا البيت؟ طيب، والجوائز ستصل إن شاء الله للفائزين. أحسن الله إليكم. بالنسبة للسؤال الحلقة الماضية كانت الإجابات كثيرة جدا، جرت القراءة كما ذكر الشيخ، وتم يعني بتوفيق الله عز وجل أن كان الفوز من نصيب الأخت الواثقة بنصر ربها وحفيدة الصحابة والتواقة لبارها. أيضا بالنسبة لجائزة التميز للمشاركات في الموقع، كان هذا الشهر التميز ممنوح للأخت فتاة السنة. نشكر الجميع على مشاركاتهم وعلى مداخلاتهم القيمة. لا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء كما سأله تعالى أن يرزقنا جميعا الحكمة. ثم أشكر فضيلة الشيخ على مشاركته وعلى تكبدي عن السفر، فجزاكم الله خيرا شيخ صالح. الشكر موصول لكم أيها الأحبة. أولا بداية الإخوة الذين على الموقع، الذين يتابعون على موقع البث الإسلامي وموقع المسك، أشكركم على طيب متابعتكم، تحية طيبة من فريق العمل. أيضا أشكر الإخوة الذين أعلنوا في على صيد الفوائد عن هذه الحلقة. الشكر لجميع المشاهدين والمشاهدات الذين أكرمونا بهذه المتابعة الغالية من وقتهم، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا الفائدة والمتعة من هذا اللقاء. في ختامه تفضل. طبعا أنا أهني الأخت فتاة السنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها فتاة صالحة للإسلام وحده، وأشكرها على تميزها، وأهني الأخوات الثلاث الذي اللواتي فزنا. جيد. الأخت الواثقة بنصر ربها، والأخت التي رمزت اسمها حفيدة الصحابة، والأخت التواقة لباريها. وطبعا نحن طبعا الجميع الفائزات النساء الثلاثة أتت بهن القرعة، والأخت فتاة السنة أتى بهن الفريق المكلف. طيب. بالاختيار. نسأل الله لهن التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعينهن على طاعته. لعل هذا نداء الشيخ للإخوة الأعضاء على متابعة صراحة المشاركة. جاءت أجوبة للرجال مثالية يعني جدا، لكن القرعة نحن الذي صنعناها أننا جعلنا على كل اسم رقم. نعم. ثم طلبنا من الشيخ أن يختار أرقاما. جيد. الشيخ عبد المحسن. طيب. فاختار ثلاثة أرقام هي التي وافقت هذه الأسماء، وإن كان بعضهم الظاهر فاز قبل كذا، ما كان ودي والله إن يفوزون مرة ثانية، بس مو حسدا يعني. طيب. ودي يأخذون فرصة، لكن بما أنهم فازوا فهذا إن شاء الله يدل على صلاح سريرتهم، أسأل الله لهم القبول. اللهم. مشاهدي الكرام، ننتظر مشاركاتكم واقتراحاتكم لتطوير هذا البرنامج عبر رقم هذا الجوال الذي يظهر على الشاشة، من خلاله نسعد كثيرا باستقبال اقتراحاتكم. لا يسعني إلا أن أشكركم، جزاكم الله خيرا، نلتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.